بسم الله. لو انت عايز تشوف الاسيت بتاع اي مبنى فهتيجي هنا وتقول له اسيت اسيت، هتلاقي كل الاسيت اللي موجوده في المشروع. هو بيروح اوتوماتيك لما ترفع الموديل من الريفت، يعني لو ما تدخل في الريفت هنا وتقول له اكسبورت، بيطلب منك كود معين عشان يعمل اكسبورت. الكود ده بنجيبه من قلب اي مشروع فيهم. هتلاقي هنا بيلدينج، هتلاقي هنا هتلاقي الاكسبورت كود، تمام اهو دوت. تاخد الكود تحطه هنا. طيب وبعد كده لما تيجي تدخل في المبنى 13 دوت، هتقول له اسيتس، فهتجيب لك كل المباني، كل الاصول اللي موجوده. مثلا هنا باركنج سبيس، تقدر تقول له انا عايز اضيف الباركود، تمام. هتقول له at from barcode، تمام، هتعمل له ابلود. او لو انت بتستخدم الموبايل عشان تفتح اوتوديسك بيم 360 اوبس، بيبدأ يديني كاميرا، والكاميرا دي تقرا الكود على طول. فانت ممكن تقول له اد مانوال وتضيف الرقم مانوال 313، رقم العربية بتاع البطوط، تمام. او هتقول له اد فروم باركود او كيو ار كود، تمام، لو انت معاك من الموبايل. اللوكيشن تقدر تختار اللوكيشن بتاعك زي ما انت عايز، تمام، من قلب الموديل بتاع الريفت اصلا اللي موجود. ده الهيستوري، ده 3D موديل لو انت عايز تشوفه. تقدر تضيف صورة لي او دوكومنت او مانيوال، بحيث كل المعلومات تكون موجودة في مكان واحد. لان تقدر تضيف بقى اسم المصنع اللي عمل الحاجة ديت، النمبر بتاع الموديل، السيريال نمبر، الانترد باي، انسيرشن ديت، التاريخ بتاعه، المفروض تاريخ الصلاحية بتاعته انتهت، يبدأ يديك تحذير ساعتها، وهكذا. هنا بقى بيجيب لك الحاجات على شكل جراف او ليست للنمبر اوف اسيتس.